سلمى، أكيد انطلقت يوم الجمعة فعاليات القلعة والوادي، هالمهرجان يلي مثل ما ذكرنا أكيد كل سنة بيتكرر وكل سنة أحلى من سنة. مهرجان القلعة والوادي 2017 انطلق يوم الجمعة وضم العديد من الفعاليات أكيد الثقافية والسياحية ونشاطات أكيد لأهالي الضيعة. أكيد ليا، المهرجان انطبع بذاكرتنا وعبر السنين كان دائما في له محطات متنوعة ومحطات بعض منها ثابت وبعض منها كل سنة يضاف على جدول المهرجان، وأكيد رح نضوي اليوم على أبرز محطات هذا العام مع ضيفتنا بالاستوديو الست رند ديازجي مديرة مهرجان القلعة والوادي لعام 2017، ومعنا كمان ليا. أكيد صباح الخير أول شيء. صباح الخير ست رند، يسعد صباحك. وكلمته أكيد ما بتصير تنتين، كلمته صادقة بتدخل على القلب والعين، من كلمته كون عيلة، عيلة قدرت تعيش ولادها ويضلوا يتذكروها. سر حروفه كتير كبير ورح يضل يقول شعر ليموت القمر. ليا هو يلي جمع البرد والرعد والريح، ولأبو مجد كان على الوعد، نجوى وعاصي جمعتهم الكلمة ومحبة الوطن، ومعه بس ماجدة اعتزلت الغرام، رفيق السوريين بكلمته الوفية والصادقة، المخلص لجيرانه بمحنتهم، من لبنان من أرض الأرز إجا اليوم لحتى يكون حاضر بشعره وبكلمته الوفية مع السوريين بمهرجان القلعة والوادي. ضيفنا لليوم الشاعر الغنائي الكبير ضيف سوريا نزار فرانسيس، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك استاذ نزار، ويسعد صباحك ست رند. هالصباح المميز اكيد نحن بنتشرف بوجودكم معنا بالاخباريه السوريه، ونحن ضيوفكم اليوم بمرمريتا. بالبدايه خلينا ننطلق مع حضرتك ست رند ونحكي عن بدايه مهرجان القلعه والوادي 2017 يلي هو انطلق يوم الجمعه، ومثل ما ذكرنا كان فيه العديد من الفعاليات. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. سلامة قلبك. الله يسلمك وبعتذر سلفا. الفعاليات بدت من يوم الجمعة صباحا. السنة كانت مميزة، المهرجان كان فيه عرسين، عرس نصر حمص بخالية من الإرهاب، وعرس افتتحناه من قلعة الحصن. بعد ما لها سنين قلعة الحصن كانت رمز لغيمة سوداء مرت على الوادي، رجعت هلا هي عروس الوادي. فتحنا منها، حيينا الوادي منها، واعلنا بملحميه غنائيه كان بطل الاستاذ نزار، وبدي اتشكر للي كل تعبوا معنا فيها، استاذ نبال البشير، فرقه آرام، كانت ملحمه انتم شفتوا يمكن وبتقدروا تحكموا، بترفع الراس يعني يخليكم. فدخلنا على المهرجان بسوريا ارض المجد، وفعلا ارض المجد بجنود الابطال اللي خلوها مجد وعز، وبقياده السيد الدكتور بشار الاسد، والله يحمي جيشنا العربي السوري والقوات الرديفه والجميع الموجودين على الارض. امين يا رب. يعني مثل ما قلتي نحن اليوم عم نقول سوريا ارض المجد من مرمريتا، من مكان يمكن شافوا اهله كثير، ولكن بهمه ابطال جيشنا العربي السوري قدر هذا المكان يستعيد عافيته وتنبض في الحياه. حضرتك استاذ فرانسيس امبارح كنت حاضر وشفت كثير من الحب، ونحن شفنا هالحب موجود بالحضور الكثيف اللي كان موجود بمحاضره حضرتك امبارح بالبدايه. الحمد لله على السلامه، وكيف شفت مرمريتا؟ الله يسلمك. الناس متشوقه للامان ومتشوقه للامن، عن فرحها باعاده الامن والامان بهالمنطقه، وان شاء الله هيدا بينعكس على كمان على كل المناسبات القادمه، على كل المجالات، على كل القطاعات. هذا البلد يستحق السلام، وهذا الشعب يستحق الامان والسلام، لانه شعب بحب ارضه ومتمسك فيها، وانعكس محبة أرضه وتمسكه فيها انعكس بردات فعل الناس على الأوبريت اللي انعرضت، على العمل المسرحي اللي انعرض، وعلى شعر حضرتك، وعلى الشعر يعني. لما كنت أنا امبارح باللقاء مع العالم متشوقة تفرح، متشوقة تعمل فن وتعيش الفنون. الشعب اللي بيغني واللي بيحب الفنون هذا شعب ما بيموت ولا بينهزم.
أكيد أستاذ نزار، يعني مبارح شفنا الشعبية الكتير كبيرة، شفنا يمكن كل كلمة بتقولها كان لها سحر، كان لها يمكن وقع خاص بكل قلب. يعني جارنا الوفي اليوم زارنا بهالجبال الطيبة يلي بتحبك وبتحبها أيضا. فينا طبعا نسمع شيء لسوريا أو فينا نسمع شيء للوادي؟ لسوريا بدي أقول في عندي قصيدة حبوها الناس، وهيدي أنا مآمن فيها، وكتير كتير ناس يعني بحس ردة فعل الناس عليها صح وبتتفاعل معي فيها وبتحبها. بقول فيها: الله أكبر يا دمشق، كم يليق بك العشق، وكم أنت في الشرق جميلة، وكم جميل بك الشرق، ستبقين رغم أنوفهم، ستبقين ما بقي الحق، مساجد تعلو مآذنها، كنائس بأجراس تدق، رب وصف لم يرق لهم إنما الوصف الأدق، كنائس تعلو مآذنها، مساجد بأجراس تدق. الله إسلام هتم أستاذ نزار. يعني مثل ما شفنا مبارح وحتى الأيام السابقة كان في تفاعل كتير مع كل الفعاليات اللي أقيمت، أبرز هي الفعاليات إذا بنقدر نمر عليها ونقول شو بقيان اليوم أو بكرة. فعاليات اليوم الأول كان فيها تراث الضيعة، هي الفعالية المميزة اللي بتنقل الواقع حي عن القدم والأثر التاريخي للمنطقة. وفي عنا الفعالية التوابعة، كان افتتاح صالة الشهداء للتسوق الشعبي. في عنا فعالية الخيل اللي كانت هي فعالية مميزة يرمز للعز الفخر الكرامة والأصالة. كانت كمان نشكر سرايا الأمن الداخلي اللي أمنوا الفرسان على مستوى راقي كتير، وشكرا للرائد سيادة الرائد اللي كان مستلم عرض الخيل وشاركنا بختمنا الأوبريت بدخول الخيل العربي السوري للقلعة. وكرافقنا كمان مبارح كان عنا زيارة كتير مميزة لذوي الاحتياجات، مدرسة نور الوادي تشاركنا معهم الفرح وشاركونا فرحتهم. في عنا أفلام، في عنا فيلم السوريون اليوم عم ينعرض هلأ بحضور الأستاذ باسل الخطيب ونخبة من نجوم، لنهدي تحية لروح الفنان الكبير رفيق سبيعي، فنان الشعب، فنان الأصالة، فنان التاريخ السوري العريق. عنا فيلم أنت وأمي وأبي، عنا مشاركات للأطفال، مواهب، الشعر، ضيف المهرجان السنة غالي وكبير، فهو أضاء مهرجان بحد ذاته كان. وفي عنا السيدة فيرا يمين محاضرة. في عنا تكريم كبير للمنظمات اللي هي على الأرض، كانت الخدمية التنموية، منظمة الهلال الأحمر السوري، الأمانة السورية للتنمية، دائرة العلاقات المسكونية، اللي بالزمن الصعب بتعرفي مين اللي هن المتطوع الحقيقي على الأرض ومين بيوقف. تماماً. وكان لهم دور كبير بفترة الحرب على بلدنا، كانوا ناشطين، يعني كانوا ناشطين على الأرض بأفكارهم، بهمتهم، بشبابهم، ببرامجهم، بمحاكاتهم للأزمة السريعة، لأنه نحن بنعرف أنه ما كان فكرة التطوع هو ما كان موجود. وليد الأزمة طلع، ولكن مشينا فيه بدفعة كتير قوية. فشكر للكل اللي موجودين معنا، شكر للثقة الكبيرة اللي كانت من الأستاذ طلال بإدارة حفل المهرجان، شكر للرعاية الأستاذ عماد خميس، المهندس عماد خميس رئيس الحكومة، لرعايته لمهرجاننا، لوزير السياحة الأستاذ بشر الياضجي، للأستاذ الدكتور غربي اللي كان معنا كمان بحفل الافتتاح. ونورونا، وشكراً كثير لكم ولحضوركم. هلا وسهلا سترند. اكيد نحن بدورنا بدنا نتشكر كل حدا تعب يمكن لحتى يطلع هالمهرجان على اكمل وجه، برغم كل الصعوبات، برغم كل الظروف، برغم يمكن كل الثغرات او يلي صارت، ولكن يمكن تم المهرجان على اكمل وجه. خلينا نروح وننتقل ونشوف فعاليات من المهرجان يوم الافتتاح ونرجع. برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، انطلقت فعاليات مهرجان القلعة والوادي
لعام 2017 الذي تقيمه محافظة حمص في الفترة من 14 وحتى 17 من الشهر الحالي بحضور رسمي وشعبي واسع. اليوم عودة الفرح لقلعة الحصن، ومثل ما عم نشوف اليوم هي الحالة بتجسد سوريا بمكان واحد. نحن أكيد مثل ما بنعرف القلعة والوادي هون اللي عم نوقف نحن ما بين التاريخ، ما بين الجغرافيا، ما بين الطبيعة، ما بين الجمال، ما بين الثقافة والشعب الكريم والأصيل. لذلك نحن بالنسبة لنا اليوم كثير سعيدين إنه عم نكون بمكان يجسد حالة سوريا بشكل عام. في أقبال كثير كبير من الأخوة المواطنين على الشراء، في حصومات بين 20-30%. المؤسسة السورية للتجارة مشاركة بجناح كتير كبير وبأسعار مخفضة كالعادة. أعتقد اليوم بنشوف معرض بحرفية ممتازة. مهرجان القلعة والوادي، مهرجانات الثقافة والسياحة، هي مهرجانات انتصار. والتحية دائما للجيش العربي السوري، والتحية دائما من قلعة الحصن إلى قلعة حلب إلى قلعة تدمر إلى كل القلاع في سوريا. دم البطول من جبل شربان، وردك عطر من دم الوريد. تضمن حفل الافتتاح لوحة أرض المجد قدمتها فرقة آرام للمسرح الراقص بمشاركة عدد من الفرق بالمحافظة من الشباب والأطفال، وتناول العرض تاريخ حمص في عهد الملكة جوليا دمنة وصولا إلى انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب، حيث تم التحضير له على نحو شهر بمشاركة 400 من الشباب إضافة إلى 80 من الراقصين. هاي سوريا اللي نحن بدنا اياها، سوريا المهرجانات، سوريا التلاقي، سوريا الاخوة، سوريا السلام، سوريا الفرح والجمعات الحلوة. هاي سوريا مثل ما شايفينها هلا، هاي هي سوريا الحقيقية وهيك بدنا تضل. كما ترون جئنا على صهوة خيولنا بلباس المراسم، حاملين الرايات والصور والاعلام، معبرين عن فرحتنا بهذه المناسبة الكريمة. جئنا لنجول هذه المنطقة، شوارعها ومناطقها الأثرية، لنري كل من يريد أن يرى أن إرادة السوريين الحياة أقوى من إرادة الإرهاب للموت. حبينا من خلال المركز نشارك بفعاليات مهرجان القلعة والوادي، نقدم دعم نفسي للأطفال من خلال الأنشطة اللي عم تتم، اللي هي أنشطة المسرح والموسيقى والرسم. طبعا المركز بمنطقة وادي النصارى مفتوح لكل الأطفال بطيلة أيام المهرجان. حبينا نحن ضمن فعاليات مهرجان القلعة والوادي نشارك بهالمعرض اللي هو بيضم مجموعة من فناني حمص وبعض الفنانين من خارج المحافظة. كان العمل بيضم حوالي 45 عمل ضمن التصوير الزيتي، وفي عنا معرض ثاني كان في فعالية مع المعرض، هو معرض فن الفسيفساء كمان لمجموعة من فناني حمص، وإن شاء الله بينال إعجابكم. الحقيقة نحن بمهرجان القلعة والوادي مثل كل سنة بنحب دائما يستمر العطاء والحب والجمال لسوريا، سوريا بتستاهل. حقيقة اليوم في معرض للتصوير الضوئي ومعرض رسوم أطفال مشاركين فيه نحن هون بالمركز الثقافي بمرمريتا، لأطفال شهداء منطقة الوادي وأطفال شهداء حمص اللي كمان حبينا هالسنة يشاركونا بمعرض الرسوم. يعني حبينا نشارك بفعاليات مهرجان القلعة مشان نفرج العالم انه هالولاد الطيبين في عندهم شيء بداخلهم، في عندهم ابداعات كثير حلوه، ممكن يطلع شيء منهم وهن بيصيروا عنصر فعال بنسيج المجتمع، وفيهم كمان يقدموا شيء، وهذا كله شغلهم اللي هن ابدعوا فيه، طبيعي بمساعده المشرفين. فعاليات المهرجان تجسد معالم النصر وعوده السياحه بمعالمها الجميله في سوريا بمشاركه المغتربين وبالتعاون مع اهالي المنطقه، وتدل ايضا على التعاضد بين السوريين، بما ينعكس إيجابا على عودة الأمن والأمان إلى ربوع سوريا. لا مثل ما تابعنا مع مشاهدينا بعض من اليوم الافتتاحي، والحديث اكيد طويل مع الست رند ورح نحكي اكثر عن التفاصيل، ولكن بدي انتقل للاستاذ نزار فرانسيس. يعني ما فينا نذكر اسمك ما نذكر الشعر الغنائي، وخصوصا يمكن حصيله كثير كبيره من الاغاني اللبنانيه
المحفورة بذاكرتنا، يمكن بيقولوا تميزت ببساطتها وعفويتها، وهالشي اللي عطاها هالميزة اللي تدخل هيك القلب. شو السر بكلمتك اللي عطاها هالنوع وهالشي المتميز؟ يعني هيدي نعمة من ربنا، انه الانسان بيعطيه نعمة هيدي، انه الناس تحب اعماله وتحبه، يعني تحب الاعمال اللي بيقوم فيها. هيدي شغلة بشكر ربي عليها كل يوم، انه بعدني عم بكتب كلمة الناس عم تتقبلها وتحبها وتكون سهلة عليها. ف يعني انا مني شاعر من هودي اللي بتوعي القصيده بالليل وبقوم ليكتب وبصير يطلع عن نجوم ليجيب، لا، انا بكتب يوميات الناس، احساس الناس الحقيقي المعكوس بعيونهم، فمشان هيك يمكن بيتقبلوني دغري وبيتفاعلوا مع الكلمه اللي بكتبها. وهيدي برجع بقول لك نعمه من ربنا. نعم اكيد كلمتك اكيد عايشه وما بتموت. شكرا. من هون من مرمريتا ومن سوريا اكيد بدنا نقول تحيه كثير كبيره لروح ابو مجد. ابو مجد يلي له بقلبك قطعه كثير كبيره وله مساحه كثير واسعه، اليوم حبينا نستذكره مع حضرتك. اكيد كيف بتحب توجه تحيه لروحه؟ شو بدي اقول له؟ بدي اقول له بتضل حاضر، بتضل حاضر ما صرت ماضي، مع قد ما يطول غفا عيونك بيضل عندي مطرحك فاضي، والفن منه فن من دونك. فملحم بركات عن جد ترك مساحة كبيرة، وملحم بركات كان يحب هالبلد ويحب أهل هالبلد، وكان عنده حلم وشغف إنه هالبلد يستقر ويرجع آمن. وإن شاء الله إن شاء الله نحن على هالطريق إذا الله راد، صرنا على آخر كل ما بقوله. إن شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني مثل ما حكينا يمكن ابو المجد كان في هيك علاقه كثير كبيره بتربط حضرتك في صح. اضافه الى هيك في البعض بيقول انه بعض اجمل ما كتبت كان في سر وراه هو الحب، أو الحب لزوجتك يمكن. أيه. مزبوط هالحكي؟ صحيح. انا وزوجتي يعني القصائد اكثر الاغاني اللي كتبتها كانت قصائد كتب لي اياها لقلب هيك غزل نيالة، والله ترجمتها يعني في قصائد. صحيح ما بتفيق بالليل من النوم لتكتب الشعر، بس في وحي. بس في وحي. ايه اكيد اكيد. وهي لحلق بعدها، يعني اول ما بكتب شيء هي اول مين بيسمعون، يعني بشوف ردة فعلها يعني منها هي بالاول. فالشاعر لازم يكون بحالة حب دائم لحتى يقدر يكتب على طول جديد. أكيد. نعم أكيد. أستاذ نزار فينا نسمع شيء من حضرتك بهالحالة الحب يلي نحن موجودين فيها هلا؟ بدي أقول لما القمر علي العينيك يلفي، تاهب مدى سحر العيون المرهفي، ضل عشقي ما القلب دقاته إليك، تتوقف الدقة بقلبي بتوقف. هو هذا السهل الممتنع اللي بيقول عنه، أو المختصر المفيد. يعني يمكن الصورة اللي ما بتخطر على بالك بس بتحسها، بس لما بنقولها بتحس الناس استوعبتها دغري، بنحسها عايشة. يعني ترند، يعني لما بنسمع هاي الكلمة الحلوة أو حتى لما بنشوف شيء من بلدنا بنكون عم نعكس صورة كتير كبيرة. حضرتك والكل مجمعين وبنعرف هالشيء، إنه الحرب أول ما استهدفت بسوريا استهدفت الثقافة. نحن اليوم موجودين لحتى نقول إنه نحن عايشين متواجدين، ثقافتنا موجودة، عم نقدر نعمل مهرجانات برغم كل الظروف. نحكي شوي عن الصعوبات يمكن إذا فينا نقول، أو العقبات، الشيء اللي قدرتوا تتخطوه اللي الناس ما بتعرفه لحتى طلع المهرجان بهالصورة. هلأ الصعوبات هي، ما السنة كانت أسهل من غير السنين الحقيقة، لأنه تمت النسيج الاجتماعي، حمص رجعت خالية من الإرهاب مثل ما قلت لك، فرجع الحياة الطبيعية، وخلصنا خلصت الوعر، فاحتفلنا بعرس حمص مع مهرجان نغزل الفرح الوادي ونصر الوادي من على منوال إيقاع نصر جيشنا ونصر قيادتنا. ودائما الثقافة والفنون أكيد هي مرآة العصر، هلأ وقت عم يشوفوا هالكم من الحب من المهرجانات اللي عم تطلع، إذا وصلت صدق، لأنه هي عم تطلع بمحبة وهي عم تطلع بعفية وهي عم تلامس مشاعر الناس، والشيء اللي بيحبوه الناس نحن حاولنا السنة نركز عليه. يعني إن كان برامجنا كان فيها الثقافة، كان فيها السياسة، كان فيها الاجتماع، كان فيها الأطفال، كان وموجود فيها السياحة، الرياضة،
مهرجان مرافق، مهرجان رياضي كامل على مجانب لما كان في مواجهات بين ضيعة وتانية حلوة المنافسة حلوة بالمنافسة وقت بيضمن الحب والنجاح الروح الرياضية فبالأخير بده يضل في فائز ورابح وكلنا ربحانين وجودهم ومشاركتهم معنا الحقيقة مع كل الموجودين. احرجنا حجر الألم الحقيقة من ذاكرة الناس للي مر علي 4-5 سنين يمكن صعبة والسنة عم نقول لهم رجعت أخي رجع النسيج شوي شوي ما في شيء ما فيك تمحيها بشطبة ألم القصة بدك تشتغلي عليها على الأرض بالنفوس وبالعقول بالشيء الفني الثقافي الاجتماعي تواجدك على الأرض وهذا الحاول نشتغل الحقيقة. نعم أكيد. هلا قديش نجحنا قديش ما نجحنا بعدين بتبين معنا. أكيد مجرد إنه نحن عم نعمل خطوة إيجابية فهذا نجاح كتير كبير أكيد. أستاذ نزار سوريا اليوم موجوعة، سوريا اليوم عم تتعرض يمكن لأبشع الهجمات الشرسة إرهابية، مناطق عديدة يمكن تعرضت له الإرهاب، ناس كتار توجعوا، شهداء كتير قدمنا، جرحى كتير عم يعانوا بعدهم، ولكن يمكن الصمود هو العنوان بالخط العريض، واليوم وجودك بسوريا كمان رسالة كتير كبيرة، شو بتحب تقول لهالبلد من جاره؟ إنه هذا البلد هو بلد الحياة، وهذا الشعب هو شعب يحب الحياة ومتمسك بحضارة البقاء والفرح، وهيدي شغلة متميزين فيها نحن كلبنانيين وكسوريين. كل الناس بتحب الفرح وبتحب، والشعب اللي بيغني مثل ما قلت لي قبل شوي هو شعب بحب الأرض بحب أرضه بحب الحياة اليومية. و بدي أقول إنه سوريا غير ما عم تسمعوا عنها لكل اللي مش سوريين وبعيد عن سوريا، سوريا غير، سوريا بلد آمن، شعبه بحبه ودفع أثمان غالية لحتى تمن هذه المحبة بين الأرض والشعب، وتستحق هذه الأثمان إنه ما بقى حدا يتدخل بهالبلد، اتركوه آمن، اتركوه يستعيد عفيته، اتركوه يستعيد حضوره، لأنه الشرق دون حضور سوريا ما بيسوى. أكيد أستاذ نزار، يعني نحن عم نحكي عن سوريا، مبارح أول ما بلشت بالمحاضرة وكان بدك تقول هنا سوريا بتحبوا تسمعوها بالأول ولا بعد شوي، فقالوا لك هلأ وبعد شوي. هذا الحب ونحن كمان بدنا نسمعها هلأ وبعد شوي، فينا نسمع شيء من قصيدة عن سوريا؟ هون سوريا بتقول فكر بقلبك بناس بتحبك وبأرض فيها خير، بسما بنجمتين وطاير، بأطفال طلعوا يلعبوا باللعب دعسوا على الخطر، برجال لما بيغضبوا بيركعوا جنون القدر، بلمعة سيف مسحوب ما بيلين، بشمخة علم مرفوع مثل جبين، خياله ع أكتر من دني فيا، بميسلون المجد وبتشرين بالمرجلة بأم الدني وبيا، عرفت الحكي عن مين؟ خلي عينيك مغمضين وعلي جبينك عز وتهيا، وإيدك على قلبك دل اللي بيحبك والما بيحبك هون سوريا. الله يسلم هتم. شكرا. يسلم تمك. كلمات كتير رائعة، كلمات نحن يمكن كتير عم نحس فيها. الله يحمي سوريا والله يحميكم وأكيد نحن يعني بدنا نتشكر وجودك. شكرا. إن شاء الله الأيام اللي جاية أكيد رح تكون أفضل بإذن الله. هلا إذا بدك تسمعي شيء حلو محاكاة للفعالية اللي عم بتصير بالوادي بجامعة الوادي، هلا في عنا صامدون رغم الجراح، وفي عنا الأولاد شهدائنا الأبطال عم بيشاركوا بفعالية رسم العلم السوري وبصمة العلم موجهة للسيد الرئيس، تحية وحب من أطفال الوادي ورسالة سلام من أطفال جيشنا الصامد، من أطفال جريح وطن، كلهم موجودين هلأ معنا فوق لحتى نرسل رسالة سلام ومحبة ونقول لهم سوريا هي مهد الديانات مهد الحضارات وبتضل أرض السلام ومهد السلام، فمنهديهم إذا سمحت الشهيد.
قصيدة الشهيد بعد إذنك. بتقول مجروح جرح كبير والدم الزكي طرطش خدودك مجد على الميلتين، الخوف الوجع عطيوك آخ ملبكي لتقولها خليك أقوى من اتنين، فوق الجرح خليك لتخلي البكي يحفر بخدك جرح منه الجرح وين، وللآخ تتكي جبين عمره ما تكي وتشحد شحادي العون وتمد الإيدين ويضج صمتك وقت ما كل الحكي بيصير دمعة محجرة بجرن عين، إلا لغير الرب اوعى تشتكي ولا يوجعك شقفة عمر محسوب داين، شلاح الحياة وكب تاج المملكي البوس البطولي وروح لتسأل لوين، رايات نصرك عتلال مشكشكي عليت بموتك تحت الله بدرجتين، والموت ناطر لون بابه ليلكي قرب بإيدك شرعه عالدرفتين، وموت هيك بقلب قلب المعركي وحده البطل بيعيش عمره مرتين. الله أكيد تحيتنا الكتير كبيرة لكل شهدائنا ولا شهداء الوادي، أكيد بدنا نوجه لهم تحية لروحهم الطاهرة بهالفعاليات وبهالوجه الحضاري اللي عم نعكسه وبهالعودة، تضحيات الجيش تضحيات القوات الرديفة اللي كانت موجودة على الأرض اللي هي أغلبها كان ببداية الأزمة حاكت بشعورها الوطني بانتمائها، نزلت على الأرض وهي شباب كانت مدنية، تعرفي الأزمة وقت إجت جت فجأة وما حدا كان حاسب طول الزمن، ما استسلمنا وما ركعنا وفرجيناهم إنه نحن صامدين وما منغادر. أكيد ورح نبقى، ويمكن كل مهرجان بيكون موجود أو كل فعالية بحمص ولا بالشام ولا بحلب ولا بأي مكان هي بس صورة صغيرة عن القوة اللي موجودة، اللي بده يعرف القوة عن جد بيحكي مع أم الشهيد بيشوف قديش هي من جوا بتكبرنا كلياتنا، قدي هي عم تقدم الابن الأول والابن الثاني والابن الثالث وعم بتضل بنفس هالاستمرار وبنفس هالقوة، بيقدر يعرف إنه هون ما في خوف، هون في حياة، في إرادة، في استمرار، في صمود. هاي المشاعر أستاذ نزار بتدخل كتير على قلب الشاعر، يمكن طبعا هو بحس فيها كتير يعني لما بتكتب شهيد أو بتكتب صحيح. سوريا هون أنت عم تكتب وجع كتير قوي، وجع الناس عم تدخل فيه قدي هالكلمة إلى تأثير بهالوقت، هل لساتها قادرة الشعر قادر ينقل وقادر يأثر مثل زمان؟ طبعا أنا بعتبر أنه الكلمة والفن عموما يعني هو سلاح، الفن هو حضارة الشعوب، وبيبلش الفنون بتبلش من الكلمة، هي رمز من رموز الفن الحقيقي. الشعب اللي بيكون متمسك بحضارته بيكون متمسك ببقائه وبيكون متشبث بأرضه وبعاداته وبتقاليده. الفن هو حضارتنا، فنوننا، هي أغانينا، هي عريقة، هي حضارتنا، هي أغاني اللي غنوها قبلنا، هي بتعكس مجتمعنا، بتعكس محبتنا لأرضنا، بتعكس نمط حياتنا كيف. فأغانينا أكيد بدها تضل حاضرة وبدها يتأثر فيها الناس. أنا بعرف وعندي أكثر من تجربة أنه الأغنية تفعل فعلة في الناس في أكثر من مكان، أكثر من السلاح حتى، لأنه الأغنية هي بتفوت على البيوت، طاير بفوت على بيوت الناس، بتجتاز كل الحدود، ما صحيح وما بتحد حدود وما حدا بيقدر يمنعها. فهذه الثقافة أكيد بدها تضل موجودة، ثقافة الفنون، والناس متعطشة لهذه الثقافة. وبرجع بقول لك الشعب اللي بيحب الفن تبعه هو شعب بيكون بيحب الحياة، اللي ما بيغنوا ما بيحبوا الحياة. نعم أستاذ نزار، أكيد ونحن دائما متعطشين لسماع الكلمة الحلوة يلي هي بتعيش وبحياتها ما بتموت، أكيد هالسر الكبير الموجود بكلمتك. أستاذ نزار خلينا نحكي إذا عندك هلأ شي تعاون جديد رح تطرحه بالأسواق أو أكيد عندي أعمال كتير مع أكثر من فنان، ما بدنا نعد أسامي لحتى ما حدا يزعل، بس في كتير أعمال هني زيتون يلي هالأشخاص هالأصوات الرائعة يلي أنا بحبها وتعاملت أنا وياها سابقا، بعدني مكفى أنا وياها. يمكن أنت بتحب تحافظ على عائلتك. إيه أكيد، وعيلت ودائما أي حدا بيتعاون معك بيرجع لنفس البيت. فأنا لا بالعكس، أنا إنسان كمان معك حق، أنا إنسان
بحب اللي بيغني لي، بحب شخصيته بالأول. بدي أحب بدي أكون صديق له قبل ما أسلمه هالأمانة وأقول له غني. فكل اللي غنيت أنا وياهم الحمد لله، اشتغلت أنا وياهم، تعاوننا أول شيء على المبادئ والأخلاق وبعدين على الفن الحقيقي. يعني يمكن بيقولوا الصورة بتقدر تثبت الزمن للحظة وتحافظ على هذا الكادر، ولكن الكلمة أو الشعر هو بيقدر يثبت الصورة أكثر، لأنه هو بيخطف اللحظة وبيخلق لحظة موجودة على طول بين تماما الناس. وبيخلق لحظة بخيال أي حدا بيخليها تعيش على طول. صح. أجمل اللحظات، ما رح نقول أجمل الكلمات اللي كتبتها، أجمل اللحظات اللي خطفتها شو هي؟ أجمل اللحظات هي لحظات كانت محطات بحياتي أنا بعتبرها، يعني مثل أغنية تعال ننسى للموسيقار الراحل ملحم بركات، هيدي أنا اعتبرتها كانت أول تعاون حقيقي بيني وبينه، فكنت شوف حسيت حالي صرت بمكان آخر من الفنون، وشفت قديش عنده فن حقيقي، ولقيت نجاح كتير حلو، ولقيت حالي أنا عم بكتب بنمط آخر عن اللي كنت عم بكتبه، فهيدي محطة لي. مثلا ليل ورعد وبرد وريح كمان كنت عم بكتب، هيدي أغنية عملت ثلاثة بذات الوقت، عملت شاعر وعملت نجم مطرب وعملت ملحن. فشوفي كمان كانت ردة فعل الناس عليها حلوة، وهيدي شغلة ما بنساها أكيد. بس بدنا نقول شغلة ليا، أنه الأستاذ نزار اليوم حكى شيء ما حكى سابقا، كل ما حدا سألك شو أجمل شيء كتبته بتقول لي لسه اللي ما كتبته، أما اليوم أخذنا اعتراف منك على الهواء. لا هودي محطات الأجمل بعد ما لا بس أخذنا اعتراف. الأجمل أكيد، يعني المبدع دائما في عنده شيء أجمل وأجمل. سترند نرجع للحديث مع حضرتك، خلينا شوي نفوت ونغوص أول شيء، خليني وجه تحية لكل الشباب اللي متطوعين يلي كان لهم بصمة كتير كبيرة ضمن المهرجان، كان لهم بصمة بالضيعة، كان لهم بصمة شغل سلكون نشهور، يمكن عم تشتغل تغلوا على هيدا المهرجان أو على أي فعالية كانت. اليوم العمل التطوعي، اليوم الأخوة، اليوم العيلة الوحدة، قديش نحن بحاجة لها، وقديش هي يمكن عم تتوظف بالمكان الصحيح ضمن فعاليات صحيحة نحن بحاجة لها. هذا اللي حكيناه لهيك السنة توجهنا يكون، إذا افتتحنا بالقلعة عم نختم نحن بالدير، عم نكرم بدير مرجرس، عم نكرم منظمة الهلال الأحمر السوري بشخص مدير العام، عم نكرم الأمانة السورية للتنمية بشخص كمان رئيس مجلس إدارتها، عم نكرم دائرة العلاقات، لأنه في شباب حقيقي سوري نزل رغم كل الظروف الصعبة سواء الاقتصادية والمادية، ما هو مرتاح لحتى ينزل يكون متطوع، مثله مثل الأزمة الاقتصادية حاكت جميع الشرائح، حاكت جميع الطبقات. بقى كيف هالشاب للي عمره بدك تقولي من 16 18 20 للي ترك بيته وترك أهله ونازل معك على الشارع لحتى يقدم خدمة للمحتاج اللي هو مثله كمان، بجوز هو يكون كمان محتاج الخدمة نفسها. وكتير مهم إنه حاكت الأخوة بعضها على الأرض. صحيح. يعني الإنسانية حاكت الإنسانية عنا بأصعب الظروف، والأخوة حاكت الأخوة، والمشاعر حاكت المشاعر، يعني والحاجة تلبت والحاجة أم الاختراع. فكنا نحن من لا شيء تحاولي بدك تخدمي، وقت بتشوفي البسمة الصغيرة اللي بتزرعيها على وجه طفل محتاج لأي شيء، يمكن هو محتاج بسمة، إذا أعطيتي هالبسمة فهي بتزرع كتير رضا عندك إنه أنت عملتي شيء. مباري وقت كنا عند ذوي الاحتياجات كانت فرحة كتير كبيرة، وتشكروا إنه لأول مرة حدا بيلتفت إلهم أعلان بيذكرهم بنشاط، كتير طلعنا مبسوطين من عندهم وهن طلعوا مبسوطين وهديناهم فرحنا وهدونا ابتسامتهم. بالعموم الشباب المتطوع بدنا نشكرهم كلهم، الفعاليات موجودة على الأرض من المؤسسة الشهيد للجمعية التنمية، هي وليدة الحرب هاي المؤسسة، وليدة الأزمة، ولكن حاكت الأزمة بسرعة وحاولت تتخطى عقباتها وتتخطى مشاكلها وتتخطى ظروفها، وبعدين ما حدا بيتعلم إلا من شغله. يعني إذا ما اشتغلتي ما بتعرفي لا وين أخطأتي ولا وين أصبتي لتركزي على الصح وتتجنبي الخطأ، ما حدا شغله كامل. إذا حسيتي وصلتي للكمال معناتها فشلتي، دائما بدك تسعي لتوصلي له، وهذا اللي عم نسعى له. فكل سنة عم نحاول هالشباب، حتى هذا الشباب بدك تعطيه دعم، الدعم المعنوي بهمهم أكثر شيء، بنجاحهم بتكريمهم المعنوي، هن ما نطالبين شيء أكثر من هيك. مجرد كلمة شكرا
هي بتعني لهم كثير ومثل ما بتعني لنا على الارض. وجودهم كان لافت بكل الميادين وبكل المجالات. نعم اكيد. يعني اهم شيء قلتي انه كلمه شكرا هي كثير قليله بس هي بنفس الوقت كثير حلوه وكثير بتطيب القلب. نحن رح نروح لنشوف معكم ومع مشاهدينا مقتطفات من كلمه الاستاذ نزار فرانسيس بحفل الافتتاح بمهرجان القلعه والوادي ونرجع. غمض عيونك، علي جبينك، فكر بقلبك، بناس بتحبك وبأرض فيها خير، بسما بنجمتين وطاير، بأطفال طلعوا يلعبوا باللعب دعسوا على الخطر، برجال لما بيغضبوا بيركعوا جنون القدر، بلمعة سيف مسحوب ما بيلين، بشمخة علم مرفوع مثل جبين، خياله ع أكتر من دني فيا، بميسلون المجد وبتشرين، بالمرجلة بأم الدني وبيا. عرفت الحكي عن مين؟ خلي عينيك مغمضين وعلي جبينك عز وتهيا، ايدك على قلبك حط الدني بدربك ودل اللي بيحبك والما بيحبك. هون سوريا سوريا اكيد يلي بتحبك، هون سوريا يلي هي صامده وقويه. استاذ نزار وسترند، نحن اليوم كنا كثير مبسوطين، مبسوطين بالوادي، مبسوطين بالفعاليات، مبسوطين بوجودكم معنا ضيوف بالاخباريه السوريه. كلمه اخيره بتحبوا تتوجهوا فيها اكيد قبل الختام. انا بدي اقول الله يفرجها على هالبلد. امين. وان شاء الله بنتلاقى بايام جايه قادمه، ان شاء الله بيكون فيها بعد سلام اكثر، وان شاء الله هيك مع الدعوات طلع الهوا. ها بنضل نتلاقى اكيد، بنضل نتلاقى على الفرح وعلى محبه بعضنا، ونضل نلاقي بعضنا لانه نحن ما قلنا غير بعضنا بالنتيجه. اكيد تفضل. انا بدي اقول اب القائد بالمؤسس سياده الرئيس حافظ الاسد قال ابنائي حافظوا على هذا البلد، ونحن عم نحافظ عليه وعاهدناه، ومن عهده جيل عم بيسلم الراية لجيل، ختمنا نحن الملحمة بهذا الجيل عم بيسلم لجيل، وعهدنا على هالشي وعم نكمل الراية مع الدكتور بشار، وبندعي النصر والمؤازرة لجيشنا بالتضرع بالنصر للجميع. اكيد اكيد اكيد. مع هالكلمات سترند بدنا نقول لكم الله يعطيكم العافيه، شكرا كثير للجهود، شكرا كثير على تعبكم وسلامه قلبك، وللكل بدنا نقول لهم شكرا، يعطيكم الف عافيه. شكرا، يعطيكم العافيه، ولولاكم ما بتنتقل الصوره الحلوه وحم تحطونا باحلى صوره، يمكن بنستاهلها ما بنستاهلها ما بنعرف قديش. كلنا ايد بايد رح نبقى اكيد نعمل شيء حلو لبلدنا سوريا. بدنا نشكرك سترند يازجي مديره مهرجان القلعه والوادي لعام 2017، الشاعر الكبير نزار فرانسيس، شكرا كثير لك، نورتنا ونورت بيتك. اما هلا ليا حروح